فريق اتحاد كلبه بدا يرتكب اخطاء في المراقبه واخطاء في عمليه ال نشوف ان التحرك في فريق العين كان جدا ممتاز. شوف المراقبه اللي معاك، شوف عبد السلام اليوم اخطاء كثيره بين قلبي الدفاع اللي هو عبد السلام واللي معاه محمد سبي فتح الموجوده، يعني تشوف 2-2، يعني معناته 2-2 ان يكون في تفوق للمدافعين، فبالتالي هني قرر بشكل ممتاز اللي هو سفيان في عمليه التسديد وفي الزاويه، وهذا شيء جيد في التحرك ممتاز، التمرير ممتاز، التسديد ممتاز. يمكن الدفاع ايضا ساعد بعض الشيء في عمليه عمل التاتش.